ليه مفيش بنات كفايه بتعمل ستاند اب كوميدي في مصر؟ الستيريوتايب اللي هو البنات مش بتضحك خلاني افكر، طب ما انا استغل ده اصلا عشان اضحك. احنا عامه كستاند اب كوميديانز عشان نحضر لشو واحد 15 دقيقه ممكن نقعد سنه كامله تحضيرات وتجارب وتوتر عشان في الاخر نطلع نهزر على الستيج. احنا بنبان ان احنا بنهزر بس احنا مش بنهزر.